تم الدفاع الطرف المدني للمرافعة، تأخر من في يوم الأربعاء على الساعة الثالثة والنصف، دخل المتهم ودفاعه وطلبوا من المحكمة تأخير الوقت، لأن يوم الأربعاء يتزامن مع زيارة الأبناء، لأن المدرسة ما كيخرجوش الأربعاء عشية كيجيو عنده. المحكمة قالت له ما كاين مشكل بحق الزيارة، قال له ما ودي عطوني حتى الخمسة باش نشوفهم قبل. وني ما تفهمت له، قال له ما عندها حتى شي مشكل، حنا ما غنجيبوك حتى الربعة ونص سبعة الخمسة وباش ما نحرموش بالزيارة، وغتستمر المحاكمة يوم الأربعاء إن شاء الله على الساعة الخامسة.